اس کے لیے نمبر ایک، قد قال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء اور اگر حاکم ہو تو الى آخری کر لیں، فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر و احسن تاویلا. القرآن سورہ نساء آیت نمبر 59. عبارت کے لیے نمبر 2، وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة نساء آیت نمبر 115. عبارت کے لیے نمبر 3، قال عز وجل وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سوره نحل آیت نمبر 43. وقال عز وجل، چوتھے نمبر پر لگائیں گے عبارت کے نمبر، وقال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة نساء آیت نمبر 83. اور عبارت کے لیے نمبر 5، قال عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا قافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذر قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ اگر صحیح ہے تو میں ایسا لکھوں عبارت لکھوانا, کیونکہ حافظ جو ہیں وہ حضرات جب آتی ہے آیت آتی ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے آگے کا. سورہ توبہ آیت نمبر 122, عبارت کے لیے نمبر 6 لگائیں گے. tawheed-sunnah.com روا ابن جریر بسنده الى ان عطا ابن ابي رباح المكي في قوله تعالى اطيع الله واطيع الرسول قال طاعة الله والرسول